نوصل لنصائح 8 الصبح. النهارده نصائحنا موجهه اكتر للناس حديثي التخرج اللي ما عندهمش اي خبره في المراسلات الرسميه، في ارسال الايميلات، في اي صياغه نفسه الميل ازاي بيتعمل. ساعات كتير بنلاقي اعلانات فيها فرص علشان تتقدم لاعمال مختلفه، وتبتدي ان انت تقدم فيها وتلاقي نفسك اترفضت، وتبقى مش عارف انت بتترفض ليه، مع ان انت مثلا ممكن تكون مؤهل لهذه الوظيفه. لكن المشكله بتبقى في تفاصيل صغيره جدا جدا انت ممكن ما تاخدش بالك منها، في اخطاء انت بتعملها بتخلي الايميل بتاعك يترفض من الاول. تخيلوا من هذه الاخطاء عنوان الميل بتاعك نفسه، يعني اسم الميل اللي انت بتبعت منه من الحاجات اللي ممكن يتم بناء عليها تقييمك. كمان طريقه صياغه الميل، في طريقه رسميه وطريقة يعني احترافية تقدر تعمل بيها الميل. هنتعرف على ازاي تعمل ميل بطريقة احترافية، وايه الحاجات اللي ممكن فعلا تستبعد الميل بتاعك او اللي انت باعت فيه السي في بتاعك من هذه الوظائف اللي انت بتتقدم ليها وانت تكون مش عارفها. خلينا نتعرف على هذه الاشياء وهذه المعلومات من ضيفنا الكريم عبر زوم، الاستاذ حاتم قناوي، مقدم الخدمات المهنية. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه اسماء، صباح الخير عليكي وعلى كل الساده المشاهدين. طيب، عايزين نعرف ايه اهم الاخطاء، وممكن تكون اخطاء صغيرة جدا ممكن الواحد يعملها، وخصوصا حديثي التخرج والناس اللي ما عندهمش خبرة ازاي ان هم يعملوا ايميلات رسمية او يتم الرد على ايميلات رسمية او صياغة رسمية. ايه الحاجات اللي بتخلي الواحد الميل بتاعه يستبعد حتى لو كان ممكن يكون مؤهل لهذه الوظيفة؟ انا عايز اخد الجمله الاخيره المشكوره يعني ختمت بيها، ان هي بتبقى حاجات صغيره جدا البعض ممكن يشوفها ان هي هتعدي او مش مهم ان انا اركز فيها، ولكن الحقيقه هي بيتوقف عليها عامل مهم جدا في قبولك او رفضك في الوظيفه اللي بتقدم فيها. ولو انت ما خدتش بالك للاسف بيكون الرفض هو الخيار الافضل. هاي اول حاجه هي الايميل بتاعك نفسه، اسم الايميل نفسه. بالضبط. وبالتالي لازم كل واحد فينا يكون بيدرك ان احنا لما بنبعت لشركة او لوظيفة انا ببعت عشان اتعرف على شخص، فما ينفعش الايميل بتاعي نشوف زي ما شباب كتير بيكتبوا، مثلا يكتب احمد البروف، منى فرحانة، الحاجات الحاجات اللي اللي ممكن تبقى فيها قدر من السخرية أو التهكم اللي احنا بنستخدمها في وسائل التواصل الاجتماعي الطبيعية. الخبراء لما عملوا بحث على الجزئية دي اكتشفوا إن 76% من مسؤولي التوظيف بيرفضوا كل طلبات التوظيف المقدمة من ليهم اسم فقط الميل نفسه. للاسم. يعني احنا لسه ما دخلناش في اي حاجه خالص، حقيقي. الاسم بس كفيل ان هو يخلي الشخص يترفض. عشان كده بنقول الايميل اللي احنا بنستخدمه بتاعنا لازم يعبر عن اسمنا، ما ينفعش يبقى فيه القاب، ما ينفعش يبقى فيه يبقى معمول اي حاجات بطريقة فيها سخريه. بروفيشنال، يعني لازم يبقى بشكل رسمي. بالظبط، ما ينفعش يكون فيه اي حاجه. الحاجات الوحيده المسموحه فيه هي النقطه بنسميها الدوت، وفي شرطه لتحت بنسميها اندر سكور، غير كده ما ينفعش. فدي اول ما خطأ ينفعش الناس يحتوي على أي بتعملها. نيك نيم، صح كده؟ بالظبط كده، ممنوع اي القاب او اي اسامي شهره او اي ناس ممكن تستخدم بقى كمان بعض الالفاظ عشان تعبر عن وظيفتها، كوتش حاتم. لا، ما فيش حاجه اسمها كوتش حاتم، احنا بنتكلم على اسمك انت. فدي اول خطا. الخطا الثاني وده شائع جدا هي الاخطاء الاملائيه. اغلب الايميلز اللي بتتبعت بتبقى مبعوته باللغه الانجليزيه، عشان كده بنقول يا شباب مهم جدا اللغه الانجليزيه، مش مجرد ان احنا نتعرف على بعض واسمك ايه ورايح فين، كمان ازاي نخاطب الشغل بتاعنا. الخبراء برضو لما عملوا احصائيه على الجزئيه دي اكتشفوا ان 75% من الايميلز اللي بتترفض بسبب اخطاء يا املائيه او نحويه. طب دي ممكن نحلها ازاي لو انا اللغه بتاعتي ضعيفه؟ مش احنا بيبقى في بنستخدم مصحح هنا على الكمبيوتر اصلا بيصحح لوحده، بيعمل خط احمر كده تحت بالظبط الاخطاء كده، دي؟ ولكن احيانا ما بيكونش اكتيفيتد او مفعل. فالملف الوورد اللي احنا بنكتب عليه، وده برنامج موجود في كل الاجهزه، بيبقى فوق خالص على اليمين في حاجه اسمها ريفيو او مراجعه. لو ما الشخص بيضغط عليها بيفتح كده زي شريط، بنختار اول حاجه على ايدنا الشمال هتكون موجوده عليها علامه صح اللي هي تشيك، وبالتالي ده بيكون من خلالها مراجعه سواء للقواعد النحويه او الالفاظ المكتوبه. فده تاني خطا. تالت خطا ودي ناس ممكن تقع فيه بشكل كبير جدا، الميعاد اللي بيبعتوا فيه الايميلز. احيانا في ناس بتستسهل، لقوا فرصه عمل طب يلا ابعت دلوقتي.
طب اه احنا دلوقتي لازم بقى نكون الساعة 2 الفجر، الساعة 3 الفجر، ده مش مشكلتهم، ألحق بقى. بالظبط اللي هو مش مهم انا بقعد الساعه كام. حقيقة فمهم قوي الاحظ ان احنا مثلا خلينا نتكلم على احنا موجودين في مصر، اغلب الوظائف بتبقى الاجازات بتاعتها جمعه وسبت. فمثلا انا لو ببعت ايميل يوم الخميس انا كده بتكلم على بقيه يوم الخميس الجمعه والسبت، يعني عندي يومين ونص الشخص اللي ببعت له الايميلز اكيد اتبعت له ايميلات تانيه، ففرص ان انا ما اتشافش حقيقة كبيره. فرقم واحد ابعد عن الاجازات سواء الاجازات الاسبوعيه او اجازات الرسميه المطوله. طب التوقيت في يوم ابعت ايه؟ احسن ميعادين، وده طبقا للخبراء التوظيف قالوا فيها، ابعت رقم واحد افضل ميعاد من 9 ل 12، 9 صباحا ل 12 الظهر، ده عظيم. افضل ميعاد. اه طبعا. الميعاد اللي بعده من 12 ل 3، فاحنا ممكن نقولها بتبسيط من 9 ل 3، غير كده فرص ان انت تتشاف ممكن تبقى قليله. فدي حقيقة. ثالث حاجه. رابع حاجه سريعا بقى العنوان. عشان احنا وقتنا. اخر حاجه هقولها اه العنوان، ايوه. العنوان اللي هو بيبقى اسمه السبجكت، وده بيبقى فيه المفروض اختصار لايه هو المحتوى او متن الموضوع اللي انا ببعته. برضو الخبراء اكتشفوا ان حوالي 47% من مسؤولي التوظيف بيحددوا يفتحوا الايميل ولا لا من العنوان، فلابد ان انا بعبر عن انا بتقدم الى الوظيفه واقول اسم الوظيفه، اعمل شرطه واقول اسمي، وبالتالي الشخص لما يجي يفتح الايميل يكون فاهم بالظبط مين بيبعت له وبيبعت له لايه. كل الشكر أستاذ حاتم إناوي، مقدم الخدمات المهنية، وأعتقد إن إحنا كلنا دلوقتي عرفنا في العديد من المهن ممكن تكون قدمت فيها وتبقى مش عارف، أنت شايف إن أنت يعني مؤهل جدا لهذه المهن، لكن ممكن فعلا أو أغلبنا ممكن يكون وقع في نقطة من النقاط دي وما تشافش الميل بتاعه أو الإيميل بتاعه من الأصل، علشان هذه الغلطات اللي ممكن تكون بسيطة جدا لكن بتغير كتير من مجرى حياتنا.